فضيلة الشيخ، نعم، ما حكم صيام يوم عاشوراء فقط من غير صيام يوم قبله ويوم بعده؟ وهو قادر على أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ولكن قد يشق عليه مشقة الصائمين. الأفضل للإنسان أن يصوم التاسع والعاشر، أن يصوم التاسع والعاشر من شهر المحرم، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، لكنه قال لئن عشت أو لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية يوما قبله ويوما بعده، لكن لا شك أن المخالفة تكون بما إذا صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، فالأفضل أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، وإن صام التاسع فهو أفضل من صوم الحادي عشر. وإن صام الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر حصل له أجر صيام ثلاثة أيام من الشهر، لأن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأفضل في الأيام الثلاثة أن تكون الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، لكن يجوز أن تصام في غير هذه الأيام الثلاثة، فقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. وإن اقتصر على صوم اليوم العاشر فقط حصل له الأجر، لكن ينقص أجره عمن صام اليوم التاسع معه أو الحادي عشر. وقد قال بعض العلماء إن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، والمرتبة الثانية أن يصوم الحادي عشر والعاشر، المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، هذا هو الأفضل. وأما من اقتصر على العاشر فلا حرج عليه لعموم الأدلة الدالة على فضيلة ثواب صوم اليوم العاشر، ولكن يبقى النظر فيما يحصل من الناس من الذبذبة في اليوم العاشر متى. نعم، نقول لا عبرة بالتقويم، العبرة بأحد أمرين، إما رؤية هلال محرم أو إكمال شهر ذي الحجة 30 يوما، فإذا لم يرى هلال شهر المحرم فإنه يتمم شهر ذي الحجة 30 يوما. ومنازل القمر ليس بها عبرة، فمثل في هذا العام منازل القمر تقتضي أن يكون اليوم هو 12، لكن لا عبرة بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أم عليكم فأكملوا العدة 30، وهذا ينسحب على جميع الشهور، إذا لم يرى الشهر الداخل فإن نكمل الشهر الذي قبله 30 يوما، وبهذا نطمئن. أما كل الناس مذبذبين، حتى بعض الناس قال إنه في يوم الجمعة، اليوم العاشر يوم الجمعة يعني غدا، وسبب ذلك أنه نزل في الإذاعة حديث للشيخ صالح الحيدان كان حديثا في العام الماضي، والعام الماضي اليوم العاشر يوم الجمعة، فنزل الحديث في الإذاعة وهو حديث العام الماضي، فسمعه الناس على أن العاشر يوم الجمعة، فصاروا يسمون علينا هل هم أجلوا يوم العاشر إلى يوم الجمعة؟ قلنا لهم يوم العاشر ما بيتأجل ولا يمكن يتأجل، وسببه الخطأ في تنزيل الشريط للعام الماضي لهذا العام.